السلام عليكم. واضح ان احنا امام نظرية مختلفة وهامة جدا فيما يتعلق بآلية وكيفية بناء اهرامات الجيزة. عايز اقول لحضراتكم ان احنا فضلنا سنين طويلة اسرى لعمليات او فيما يتعلق ب يعني آلية وكيفية بناء الاهرامات. فضلنا طول عمرنا بنسمع كلام متعلق بانه في خرافات حول بناء الاهرامات، زي مثلا انه في كائنات فضائية اتت وبنت الاهرامات، او انه في ناس جاية من كوكب تاني او من بلدان تانية عشان تبني الاهرامات. طبعا احنا بنتكلم او بنسمع كلام يتنافى مع العقل، ولكن في نفس الوقت انت بتشوف مبنى او هرم بهذا الحجم بيعيش على مدى زمني حوالي 4500 سنة دون ان يتأثر، تعتقد انه دون ان يتأثر، وبالتالي اي توقع واي او عندك اي استعداد لتقبل اي فكرة تكون فيها او يكون فيها هذا المبنى مبني بطريقة غير تقليدية وغير طبيعية. عشان كده كتير مننا كان بيتقبل افكار وبتسمع فيديوهات كتيره على السوشيال ميديا وعلى يوتيوب انها بتتكلم على اليه بناء الاهرامات بشكل فيما يشبه الخرافه، والناس كانت بتصدقه. لكن عايز اصدمك بعده حقائق، لان النهارده احنا بنعتمد في قناتنا وكتير من ابحاثنا او كتير من يعني موضوعاتنا فيها بتتعلق بابحاث بينقلها علماء. كتير مع حضراتكم بنناقش مثل هذه المواضيع، خاصه لما بتخرج دراسات حديثه. الدراسات دي مبنيه على علم، وعندما يتحدث العلم يجب ان نصمت ونستمع بانصات، لانه هذا العلم متوقع انه يعني على مدار السنين القادمه يتطور اكثر واكثر. انا بتكلم هنا مش على علم مؤرخين بس، انا بتكلم هنا على علم علماء في علوم هتسمعها ايضا لاول مره، لانها علوم حديثه ولكنها بتيجي بنظريات وبتيجي بدلائل يعني مرتبطه بالطبيعه الخاصه بالتربه في منطقه الجيزه، لانها مبنيه على علوم متعلقه باشياء واشكال مختلفه. لكن ارجع مع حضرتك واقول لك انه كتير من الناس بيعتقد انه الهرم فضل صامد، الهرم يعني ما تاثرش باي شيء. الحال الهرم الشكل الحال اللي حضرتك شايفه للهرم والامامك ده مش هو الشكل اللي كان موجود من اكتر من 1000 سنه مثلا، لانه على سبيل المثال كان في زلزال جه في القرن ال 12 يعني سنه 1300 وشويه. الزلزال ده جه زلزال وله توابع. الزلزال ده شال ما يسمى باللايمستون او الحجر الجيري، الكسوه الجيريه اللي موجوده على الهرم. تخيل حضرتك ان الهرم اللي انت شايفه يعني حجاره، هذه الحجاره كانت مكسيه بحجر جيري، والحجر الجيري كان موجود عليه كتابات. فكنت بتشوف هرم من بعيد كانه مرآه امام اشعه شمس، ولما تيجي تقترب منه بتجد كتابات هيروغليفيه عليه بتصف يعني اعمال متعلقه بعهد الملك زي ملك خوفو، او يعني ما يتعلق باليه وكيفيه بناء هذه الاهرامات العظيمه. حضرتك عارف ان انا بتكلم عن احد عجائب دنيا السبع، واحد من العجائب اللي هي لا زالت موجوده، يعني عندي 6 اختفوا وده لازال موجود. حضرتك عارف ان انا بتكلم برضو على هرم تأثر، وبالتالي الطول الحالي للهرم الاكبر مش هو الطول القديم اللي بني عليه الهرم الاكبر، لان انتوا عارفين لما بتشوف سفح الهرم من فوق هتجد انه في اجزاء يعني حجارة سقطت من هذا السفح، وبالتالي الهرم حاليا مش هو الهرم من 500 او حتى من 1000 سنة. ده في البداية عايز اقول لحضراتكم على هذا الموضوع. رقم 2، اكيد انت ما بتسمع انه في ما يتعلق بنقل حجارة الأهرامات، إزاي بتعتقد وبتتصور أنه يتم نقل حجارة من مسافة طويلة وليكن في محاجر مثلا أقربها في ترى، ترى دي قريبة من حلوان، فأنت تبص المسافة اللي مربوطة أو يعني الوصلة بين ترى والهرم الأكبر أو أهرامات الجيزة بتجدها مسافة طويلة. الفكرة أنه العلماء عندي بحث أمامي صدر يوم 24/8 الماضي عن طريق مجموعة من العلماء والباحثين من جامعة إكس مارسي الفرنسية. البحث ده نشر في مجلة علمية، المجلة اسمها Proceedings of the National Academy of Science أو باختصار PNAS. البحث فيه علماء فرنسيين، علماء صينيين، علماء مصريين، بتقوده عالمة يعتقد أنها عالمة فرنسية، مش متأكد جنسية هذه العالمة، ولكن البحث باختصار يعني بيقول وفقا لنظريات في أبحاث. هقول لك على العلم اللي اعتمدوا عليه في هذا البحث. زي بقول لك كده، هو مش علم يعني انت بتعتبرش ان دول مؤرخين، ولكن انت بتعتبر انهم علماء في علم يسمى الباليو ايكولوجي. ايه علم الباليو ايكولوجي؟ بتكلم على علم، كلمة باليو يعني قديم، وكلمة ايكولوجي يعني طبيعة بيئية، وبالتالي العلم ده بيدرس كيف تحولت البيئة. الارض هو علم ايضا متعلق بالجيولوجيا، الارض لانه الريسيرشرز او الباحثين هم يعني علماء جيولوجيا بالاساس، ولكن هو متخصصين في هذا الفرع من العلم، بيدرسوا طبيعة الارض، التربة، نباتات التربة، والأشخاص أو الكائنات اللي موجودة في هذا المكان على مدار سنين، تحسبها بقى على مدار آلاف السنين. هم كانوا مهتمين بفترة في عصر حديث، العصر ده المفروض أنه بيشمل حوالي 10,000
سنة. العصر ده درسوا فيه طبيعة هذه المنطقة عن طريق دراسة، يعني مش بتكلم بس على دراسة مكان، أنا بتكلم على دراسة حبوب لقاح متحجرة أخذوها أو أخذوا عينات من 5 أماكن في منطقة الجيزة. درسوا كمان مجموعة من النباتات، نباتات مزهرة، نباتات متعلقة بطبيعة نباتات تزدهر وتنمو على حواف البحيرات، عشان يدرسوا يعني طبيعة نمو النبات، ومن هنا بيحسبوا المكان اللي فيه هذا النبات، يعني المية اللي فيه كمها قد إيه، إمتى كانت موجودة، متى انتهت. ده جزء من العلم ببساطة. في علم تاني اسمه الباليو كلايماتولوجي، وده أيضا متعلق بالمناخ وتحوله في مكان زي ده على مدار يعني آلاف السنين. فأنت بتدرس التربة وبتدرس المناخ المحيط، وعليه بتجمع نظرياتك وتطلع بالنظرية الصادمة، وهي أنه كان في قناة بتربط نهر النيل بسفح هضبة الجيزة. القناة دي سموها قناة خوفو. القناة دي طولها حوالي 7 كيلومتر من أقرب مكان في نهر النيل لمكان تواجد الهرم الأكبر أو أهرامات الجيزة. ده رقم 1. رقم 2، القناة دي كانت موجودة ومزدهرة، يعني فيها مياه كتيرة جدا. القناة دي كانت ذروتها في عصور ماضية، وكانت في عهد الملك خوفو وصلت حجمها أو قوتها ل40% من أقصى قوة وصلت لها على مدار 10,000 سنة. عهد الملك خوفو بتكلم في حوالي 2500 قبل الميلاد، يعني بقالنا حوالي 4500 سنة النهاردة، وده طبعا عهد الدولة القديمة، وكان فيه عهد أسرة الملك خوفو والملك خفرع والملك منقورع، ودي الأسر اللي تم عن طريقها إنشاء الهرم الأكبر، وبعدين هرم خفرع، وبعدين هرم منقورع. لكن بالنسبة للهرم أو بالنسبة لأبو الهول، لسه ما عندناش نظرية مؤكدة لمتى بني هذا البنيان أو اللي هو ما يسمى بالسفنكس، ولكن اللي نعرفه أنه هذا المكان اللي فيه أبو الهول هو مكان أساسا بيتعرض أيضا لرشح من التربة، وأيضا تعرض هذا التمثال لعمليات ترميم في أزمنة متلاحقة، كان فيها عمليات ترميم في أزمنة على عهد الأسرات المتأخرة أو على عهد الدولة الحديثة من الفراعنة. فتخيل حضرتك أنا بتكلم على مكان مصاحبه وملاحق ليه خرافات جمة، ولكن المكان ده النهاردة بيخرج العلماء ويجيبوا لك النظرية المؤكدة بدراسات علمية. ما بكلمش هنا على مؤرخين فقط أو بكلمش على تاريخ، ولكن بتكلم على نظريات علمية. فالموضوع هنا متعلق بأنه في قناة زي ما قلت لك جاية من النيل لسفح الهرم. بيقولوا كمان أن في قناة فرعية خرجت من نهاية قناة خوفو اللي جاية من النيل لسفح الهرم أو لسفح هضبة الأهرامات، متصلة بمكان تواجد الأهرامات بشكل مباشر، اللي هي مسافة قليلة جدا، وليكن أنت بتتكلم على مسافة من المتحف المصري الكبير لغاية مثلا أبو الهول. دي المسافة اللي هم برضو فيها قناة فرعية، ودي مان ميد يعني من صنع الإنسان، لكن قناة خوفو هي قناة طبيعية استخدمها المصريين القدماء. رقم 2، في بردية اكتشفت من أعوام قليلة. البردية دي عمرها 4000 سنة بترصد وبتقول إن إحنا يعني إن العمال نقلوا الحجارة عن طريق قوارب لنقل الحجارة إلى الأهرامات، لكن ما كانش عندك دليل مادي يؤكد صحة هذه النظرية أو يقولك القناة أو المية واصلة لغاية فين بالضبط. عايز اقول لك ان القناه دي فضلت موجوده لغايه حتى نهايه عهد الاسرات الفرعونيه، وبدات انها تندثر في تاريخ نهايه العهد لغايه وقت يعني قدوم الاسكندر الاكبر. بيقول انه على عهد الاسكندر الاكبر لما جه الاسكندر كانت القناه تعتبر خلاص تحولت الى فرع صغير جدا او ترعه صغيره جدا، ولكن انا بتكلم على الفتره من 525 لغايه 332. 332 هي فتره قدوم الاسكندر الاكبر لمصر، 525 هي فترة نهاية الأسرات، أو يعتقد أنها آخر عهد لملك مصري ذو جنسية مصرية، لأن احنا بنتكلم على أنه من نهاية الأسرات الفرعونية حتى عهد الملك محمد نجيب أو الرئيس محمد نجيب عفوا، دي الفترة اللي كان فيها ولا حاكم مصري حكم مصر. فعايز أقول لك أنه نقل الحجارة بهذا المكان، لأنه بتكلم على أنه أقل حجر وزنه 15 طن، متخيل؟ فكتير من الناس لما كانت بتصاحب لها نظرية أنه هناك خرافات طبعا أنه المصريين القدماء بينقلوا حجارة زي دي بهذا الشكل، أو أنه في أجسام فضائية نقلت الحجارة، كان عندهم حق في ده، أو كان اعتقادهم مبني على أنه ما فيش دليل ملموس على فكرة عملية النقل. لكن النهاردة أمامك الدليل اللي بيقولك أنه فروع نهر النيل استخدمت، بل انه هذا الفرع كان بيستخدم كهيدروليك ليفت. يعني ايه هيدروليك ليفت؟ يعني رافع هيدروليكي. انت عندك فيضان بيجي في وقت وعندك موسم جفاف، موسم الفيضان بيصل ذروة النهر الاكثر ارتفاع ليه في شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر. الذروة دي بتتكلم في انه النهر بيرتفع حوالي 7 8 9 متر،
فبتيجي على الحجارة الضخمة وبتقدر تنقلها في هذه الذروة. أما الحجارة اللي هي المتوسطة أو الضعيفة أو قليلة الحجم بتقدر تنقلها في أوقات بتكون فيها المية متوسطة أو حتى منخفضة. لكن هنا بيتكلموا على أنه المصريين القدماء استغلوا هذا النهر أفضل استغلال، واستغلوا فرع خوفو أفضل استغلال. بقيت فكرة أن هناك مدينة بجوار الأهرامات غير مكتشفة حتى الآن، مدينة الحمال، المدينة اللي كان فيها العمال موجودين، فيها معابد، فيها أماكن مبنية متعددة لأغراض مختلفة، ولكن استخداماتها كانت استخدامات موسمية. عايز أقول لك أن جه مؤرخ اسمه هيرودوت. المؤرخ ده معروف أنه جه مصر فترة متأخرة بعد نهاية الأسرات على سنة يعني من حوالي 484، عاش من 484 حتى 425، وجي مصر في وقت من الأوقات دي. كتب أنه بناء الأهرامات استغرق 20 سنة، واستخدم أو قام ببناء الأهرامات حوالي 100,000 عامل، لكن العلماء بعده قالوا أنه استخدم في بناء الأهرامات حوالي 20,000 عامل. طبعا حضراتكم شايفين أمامكم الصور الخاصة ب قناة خوفو اللي المفروض انها بتربط نهر النيل الاساسي بسفح الاهرامات او بهضبة الاهرام. شوف حضرتك انه الوصول هنا مش بس بتكلم على انها قناة بتربط بسفح الهضبة، ده كمان في ميناء موجود هناك. يعني المنطقة دي كأنك كنت في بلد، في مدينة وفيها ميناء يعني بتصل اليه الحجارة. وعندك كمان انت بتكلم على انه مش بس قناة واحدة، ده في مجموعة من الممرات، مجموعة من القنوات، ومجموعة من الأحواض. طبعا كل ده تغير النهاردة، النظام تغير زي ما بقولك، طبيعة تغير المناخ، وزي ما بقولك أيضا هي الفترة الخاصة به العشرة آلاف سنة اللي فاتوا هي فترة بتسمى الهوليسين بيريود، فترة الهوليسين. دي الفترة اللي المفروض ان العلماء بيدرسوا تغيرات المناخ في هذه الفترة، وفترة فيها البشر اكيد كانوا عايشين، فبيدرسوا الاقدمين من البشر في هذه الفترة كانوا عايشين ازاي، والنهاردة البشر عايشة في ظروف مختلفة ازاي. دي دراسات زي بقول لك مبنية على حقائق علمية ما فيهاش اي شك او تغيير، لانهم حتى مش بيدرسوا بس يعني عشان يعملوا النظرية دي اللي انا بكلمك عنها، انا بكلمك باختصار، لكن جوه الكلام ده في ديتيلز كتيره جدا لا داعي لذكرها. لكن ابسط شيء ان انا بتكلم على انهم بيدرسوا يعني كم الاكسجين الموجود في المومياوات، المومياوات اللي هي مكتشفه في هذه المنطقه، عشان يشوفوا الاكسجين الموجود في الاسنان الخاصه بهم او في مناطق اخرى منه، برضو بيدرسوا كم الاكسجين يعني كم النباتات اللي موجود في المنطقه اللي هم توفوا فيها. شايف حضرتك الموضوع وصل لدرجة فين؟ ولكن ده التطور الطبيعي للعلوم الإنسانية. فاضل أقول لك إنه طبيعي جدا إنه نهر النيل مش هو النيل اللي إحنا شايفينه النهاردة. مش بتكلم على إنه بسبب السدود، لكن النيل الحالي من حوالي أكتر من 1000 سنة إحنا بنتكلم على إنه لو في فرع اسمه دمياط وفرع اسمه رشيد، فأنت كان موجود إضافة للفرعين دول حوالي 5 فروع أساسية لا يقل في قوتهم ويعني تدفق المياه فيهم عن الفرعين دول. بل انه في اوقات كان في فرع مجاور لفرع دمياط كان هو الاقوى منه، وكان هو اللي بيعتمد عليه، وكان هو اللي عليه مدينه اساسيه او مدينه تجاريه اكبر من دمياط اللي هي مدينه تنيس، وده فرع اسمه الفرع التنيسي، وده المفروض انه كان قريب جدا من فرع دمياط ولكن كان اكثر قوه منه، اندثر واندثرت معاه المدينه المطله عليه. شوف حضرتك بقى فروع كتيره موجوده بهذا الشكل، فمش مستبعد انك تجد فروع للنيل في مناطق مختلفه من شمال مصر. دي كانت تفاصيل قليلة عن هذا الموضوع المثير اللي فيه يعني حوارات كتيرة بيتبناها العلماء، ولكنها حوارات أو أبحاث علمية معتمدة على نظريات علمية مؤكدة. فأنا بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.